والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن اكتفاه واتبع هداه وأحبه صلى الله عليه وسلم وجعل حبه مقدما على كل محبوب وكل مرغوب. اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد في الأولين، صلِّ وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صلِّ وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. فرض الله سبحانه وتعالى على الأمة محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل هذه المحبة شرطا للإيمان، وجعل هذه المحبة طريقا موصلا إليه سبحانه وتعالى، افترضها على الناس، وجعل محبته بصريح كلامه في القرآن مقدمة على الوالد والولد وعلى المال وعلى العشيرة وعلى الوطن وعلى الدار. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. جعل سبحانه وتعالى هذه المحبة بهذا التوصيف وبهذا المكانة التي احتلت ذراء المحبوبات كلها. ولذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم القدح المعلى من محبته صلى الله عليه وسلم، أحبوه حبا لا يساويه أي محبة، كان يعجبهم كل شيء ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدموا أنفسهم ونفيسهم من أجله صلى الله عليه وسلم، قدموه صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم، ومن أجله صلى الله عليه وسلم حاربوا، ومن أجله دافعوا صلى الله عليه وسلم، وكانت أحوالهم نماذج لم تعرفها الإنسانية ولن تعرفها الإنسانية، لأنهم كانوا في القمة من هذه المنازل من المحبة له صلى الله عليه وسلم. كانوا رضي الله تعالى عنهم على هذا الطريق وعلى هذا الوصف، حتى في أوقات أحزانهم التي لا يسيطر الإنسان على نفسه فيها، لنشاهد بعض هذه الأحوال التي كانت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي عنوان كبير واضح جلي أمام كل المحبوبات التي تحدث للبشرية فلا تصل إلى هذه المحبة له صلوات الله عليه وعلى آله.
لنشاهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في أحد مثلا، وقد كان من حالهم رضي الله تعالى عنهم ما وقع لهم من هزيمة ولا تعتبر هزيمة، لكنها باعتبار الوقائع التي وقعت بين المسلمين وبدر هي دونها، ولكنهم قد وقع فيهم قتل حتى بلغ القتلى منهم 70 كانوا رضي الله تعالى عنهم. وقد لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار، كانوا على فم الغار، وكانت السهام تلد إلى الغار كأنها المطر، فيقف أحد الصحابة يلتقي السهام بصدره ويأخذها بملء كفه، والدماء تثعب من جسده حتى يكون قد خر شهيدا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ويقوم الأول ويأتي الثاني ويأتي الثالث، حتى كانوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 منهم شهداء. ثم صلى الله عليه وسلم يبين لنا حاله معهم في هذه المحبة، هذه المحبة العظيمة، وكيف يتعامل صلى الله عليه وسلم معها ويقرهم عليها حتى في الظروف التي ربما تصور بعضنا أنها لا ينبغي أن تحدث مظاهر لهذه المحبة التي تكون معبرة عن مكنون القلوب له صلى الله عليه وسلم. قفل إلى المدينة صلوات الله عليه وعلى آله، وعاد إلى المدينة وكل بيت من بيوت أهل المدينة قد كلم، وكل بيت فيه قتيل أو جريح يستقبله الناس ويسألون عن آبائهم وعن أزواجهم وعن أولادهم وعن إخوانهم. فتأتي امرأة فتخبر عن أبيها أنه استشهد، وعن أخيها أنه استشهد، وعن زوجها أنه استشهد، فتقول لهم: ما فعل رسول الله؟ قالوا لها: إنه بخير كما تحبين. قالت: أروني إياه. فذهبت تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يدلونها عليه، حتى جاءت عنده صلى الله عليه وسلم وقبضت طرف ثوبه وقالت له: يا رسول الله، كل مصيبة سواك جلل، كل مصيبة سواك جلل. وتأتي امرأة أخرى تعبر عن فرحتها بعودة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن المحبة التي امتلأت بها مشاعرها للنبي صلى الله عليه وسلم، وتقول: يا رسول الله، لقد نذرت لله نذرا إن أرجعك الله سالما أن أضرب الدف على راسك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نذرت فأوفي. فجاءت إلى رأس رسول الله وضربت الدف على رأسه صلوات الله عليه وعلى آله. إذا نظرنا إلى هذه الحالة ونظرنا إلى الوضع الذي كان قائما، الناس يبكون والناس في حرج شديد والناس في حزن عظيم، وهذه تعبر عن فرحتها بسلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عاد إلى المدينة سالما صلى الله عليه وسلم، نجد أن هذا أمر قد بلغ من المحبة ما لا يمكن أن يتصور. الناس يبكون والناس في حزن والناس في والثكلى يملأنا الساحات والبيوت والأطفال ميتمون، وهذه تعبر عن الفرحة بضرب الدف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بقدومه وسلامته. أهل العلم عندما أوردوا هذا الحديث قالوا إن ضرب الدف مباح، والدف يضرب في وقت الفرح والناس مكلومون، لكن الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم هو فوق كل الأحزان وفوق كل الآلام. كانت قد نذرت هذا النذر، فقال لها النبي: إذا نذرت فأوفي. أهل العلم يقولون أن النذر بالمباحات لا يلزم، لكن كيف أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفي بما كانت قد نذرته؟ قالوا: إن النذر مباح، في المباحات لا يلزم، لكن عندما اقترنا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم والفرح به كان طاعة، وتحول هذا إلى طاعة،
فكان لزمها أن تفي به لأن نذر الطاعة يجب الوفاء به. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، كانوا على هذه المحبة العظيمة. وصلت هذه المحبة إلى أن المأكولات التي يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعجبهم، وإن لم تكن قبل ذلك محبوبة عندهم. حتى الطعام الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبونه. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: خدمت رسول الله 10 سنوات فما قهرني ولا كهرني ولا قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنعه وما عاب طعاما قط. قال: أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يتتبع الدباء ليأكلها وتعجبه ويعجبه أكل الدباء. قال: فأحببت الدباء من يومئذ، فأحببت الدباء من يومئذ، وما استطعت أن أصنع طعاما أو يصنع لي طعام إلا وحرصت عن أن يكون على أن يكون فيه الدباء. هذه محبة عجيبة، هذه محبة لا يمكن أن تتصور. يمكنك أن تحب أي أحد، أن يكون قلبك مشغولا بحب أي أحد أيا كان، أيا كانت تلك الأسباب التي دفعتك إلى هذه المحبة، لكن أن تبلغ إلى أنه يعجبك أن تأكل ما كان يأكل ويعجبك ما كان يعجبه من الطعام والشراب، هذه مرتبة لم تصل إليها أعراف البشرية ولا مشاعرها. لكن أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم كانوا على هذا الطريق وعلى هذا الوصف، بلغوا من المحبة أنه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهم إذا توضأ سارعوا إلى وضوئه يتسابقونه ويأخذونه ويتبركون به. كان عندما حلق صلى الله عليه وسلم في التحلل من الحج تسابقوا رضي الله تعالى عنهم إلى شعره، كل أحد يريد أن يظفر بشيء منه. هذا لم يحدث لأحد من البشر، أن أخذ شعره يتبرك به، يكون وثيرا عنده، يكون عزيزا عنده. ولهم في هذا القصص الواسع الذي عبر عن محبتهم له صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. اللهم ارزقنا شيئا من هذه المحبة، واجعل قلوبنا معمورة بهذه المحبة، واجعلها وسيلة في الوصول إليك وإليه صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. بمدح طه العربي، بمدح طه العربي تحلو صنوف الطربي، تحلو صنوف الطربي فالهج به يا مطربي دوما تفوز بالأربي، دوما تفوز بالأربي. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي مساكين نسبي من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي، صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي مساكين نسبي من وصفه في الكتب.